انت كمان فترة صغيرة. شايف الزمالك محتاج ايه من بيراميدز؟ بمناسبة تبادل اللعيبة بقى، خلينا ماشيين. لا انا عايز وجهة نظرك، عشان عايز وجهة نظرك انت. لا خليها يعني، لا انا يعني انت، لا انا ماليش وجهة نظر. بص طبعا مش فكرة بس لعيبة او فكرة يعني، شايف الزمالك محتاج ايه؟ لو الزمالك هياخد 3 لعيبة من بيراميدز مثلا، او هياخد 2 لعيبة من بيراميدز، ايه اللعيبة اللي ممكن تفيد نادي الزمالك من بيراميدز؟ دونجا، ياخد دونجا. دونجا وعلى فكره دونجا يعني ما عندوش مشكله، دونجا ولاعيب كويس جدا ماشي. على فكره مين تاني في نص الملعب؟ عنده، انا عندهم الفرد الافريقي، انا شايفه لعيب كويس جدا. مش جون انتوي؟ طبعا شايفه. اولا هو ولا ايريك تراوري؟ لا انا جون انتوي. جون انتوي ليه بقى؟ جون انتوي على فكره من هو في الاهلي، انا لو كان قاعد في الاهلي زي ما صبر على فلافيو كان ذاته ليه شأن كبير جدا. يعني انت لو موجود في نادي الزمالك، انا هجيب الرقم دول الاثنين لعيبه اللي ومصطفى محمد دونجا. هيروح بيراميدز مثلا؟ لا مش هتوديه. لا مش هوديه يعني، مش هتقبل باي. لن تقبل طبعا، لن تقبل. مع احترامي بص، عشان ما اقللش من ايه لعيب يعني، بص انطون، انطون جون لعيب انتوي. جون انتوي، جون انتوي لعيب 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 كويس جدا، خبره عنده خبره كبيره في الدوري المصري، وقاعده لعب ومحطه لعب كويسه جدا، واللعيبه تثق فيه اهم حاجه دي. فانا شايفه اتمنى انه يكون موجود في نادي الزمالك، لكن ده هيحصل؟ ده هيحصل وجهه نظرك؟ ما اعرفش. شايف مثلا بيراميدز هيسيب لعيب اثنين؟ اصل ما فيش حاجه هتتم بدون مصطفى محمد. ما هو ما فيش حاجه هتتم. ما انت عايز مني لعيب، انت عايز مني لعيبه. انا بعمل لك وانا عايز منك لعيب. انا بعمل لك في النهارده يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي، بعمل لك بلبله داخل الفريق وعدم استقرار عشان انا بنافس على المركز الثاني. يعني انت شايف ان رحيل مصطفى محمد لبيراميدز خساره للزمالك، ايا كانت الفلوس طبعا وايا كانت اللعيبه. لو ب 200 مليون، لو ب 200 مليون انا ضد. ضد على فكره، انا ضد، انا ضد. ايه وجهه نظرك؟ لا انا ضد طبعا. النهارده مصطفى محمد النهارده مش اللعيب اللي هو يبقى صفقه تبادليه، حتى لو 2 3 لعيبه. لا مش صفقه تبادليه، ولا اللعيب النهارده اللي هشتريه بالماء. لا انا لعيب النهارده كمصطفى محمد خلاص. انت راجل النهارده، انا بص لما صدقت النهارده عملت مهاجم لمصر، ولما صدقت النهارده بقى عندهم محطه لعب ثابته مش موجوده بقى لها 5 سنين في الكره المصريه. ايا كانت الفلوس، ايا كان الفلوس. لا طبعا انا قلت لك من اول كلامي، مش ما ينفعش ابص لها احترافيه استثماريه. اصل نادي الزمالك ما هوش نادي فقير برضه يعني. مش نادي واقف على 5 مليون ولا مين ولا قالك؟ لا يعني لا اي نادي محتاج يا عمرو، اي نادي محتاج فلوس طبعا. بقول لك الكره دلوقتي استثمار. بالظبط. اقصد النهارده مش عندك لعيبه عندها مستحقات، عندك فرجاني، عندك بن شرقي، الناس دي هتجيب لهم فلوس منين؟ ما عندكش الازمه الماليه اللي كانت موجوده قبل كده في نادي الزمالك من وانا كنت بلعب انا وزمايلي زي دلوقتي. النهارده انت عندك النهارده بتقدر تجيب لعيب النهارده ب 2 مليون دولار عادي من شمال افريقيا. بتقدر النهارده تجيب لعيب فاهم افريقيا بفلوس كويسه عادي. انا عندك النهارده الارقام، اللعيبه اللي بياخد 10 مليون ما شاء الله دلوقتي. عندك النهارده ان انا ارقام داخل مصر النهارده، رمضان صبحي راح ب 200 مليون مثلا في 5 سنين. هي الارقام دي كانت موجوده؟ 200 مليون دولت كنت انت تعمل بهم الدوري كله، صح ولا غلط؟ لكن الكلام ده ما عادش موقوع، موجود دلوقتي على الواقع اللي انت فيه. أيوة. النهارده الواقع النهارده استثمار رقم واحد. ثانيا كل فرقه النهارده من الفرق الكبيره بتدعم نفسها، خصوصا مسايب الاهلي والزمالك عشان عنده بطوله افريقيا، فما عادش عنده مشكله. لكن ما عندوش الازمه الماليه اقدر اجيب النهارده اي لعيبه. طيب اتكلمنا على الزمالك وبيراميدز في تبادل اللعيبه، طب الاهلي وبيراميدز برضه فين التبادل؟ ما انا لسه لسه بحكم، لسه بحكي معاك دلوقتي حتى قبل البرنامج فاهم. انا مش انا مع احترامي ان انا سهل جدا اتكلم، لكن الواقع بتاعي ايه؟ مين اللعيب اللي ممكن يروح من الاهلي للبيراميدز تاني؟ وايه اللعيب اللي يروح من البيراميدز للاهلي؟ اقفل الموضوع دوت، قول بيراميدز النهارده هياخد كام لعيب تاني من الاهلي والزمالك فاهم؟ لكن ما تقنعنيش ان بيراميدز هيسيب لعيب لنادي الاهلي والزمالك هيكون هو عايزه داخل الملعب يستفاد منه عشان هو بيفكر في بطوله. لان النهارده الاداره بس زي ما قلت لك مش اداره، ان هي موفره بس الجانب المادي وعنده قدر اشتري اللعيبه او اديهم فلوس كويسه. طيب. لا هم بيشتغلوا النهارده فاهم، زي عارف انت حرب العقول. تمام. انا بحاربك كده تمام. باخد كل القوه اللي عندك النهارده بقوي نفسي قبل ما